مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واقض حوائجنا، أصلح أولادنا، أصلح بناتنا، أصلح نساءنا، أصلح جميع المسلمين. يا رب لا تعذب أحدا من أمة حبيبك محمد. يا رب فرح نبينا في أمته فلا تمت أحدا من المسلمين حتى تتوب عليه. يا رب انصر الإسلام والمسلمين، يا رب انصر الإسلام والمسلمين. اللهم مكن لدينك والمجاهدين، اللهم مكن لدينك والمجاهدين. اللهم يا رب مكنهم من رقاب أعدائهم. اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنا نخشى أن تهلك تلك العصبة المجاهدة، أن لا تعبد في الأرض وأن تضيع المقدسات والأعراض. اللهم انصر نصرا من عندك، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم سدد رميتهم وثبت الأرض تحت أقدامهم، واجمع شملهم ووحد صفوفهم. اللهم اجعل ما يقع لهم بردا وسلاما عليهم، اسكب السكينة في قلوبهم، اسكب السكينة في قلوبهم. تقبل شهداءهم، اشف جرحاهم، فك أسرارهم، ارحم يتاماهم، ارحم شيوخهم، ارحم عجائزهم. انصر يا رب إخوتنا في العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي كشمير وفي الفلبين وفي برمانيا وفي سرك وفي سريلانكا وفي كل مكان يرفع فيه لواء الجهاد. اللهم أفشل مشروع الصهاينة في التمدد في أرض المسلمين، أفشل مشروع الصهيوني الأمريكي الذي يريد تركيع الأمة وخذلان الأمة ليجعلها تركع عند البيت الأسود وتمسح أحذية الجنود الغاصبين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ومسبب الأسباب وسريع الحساب وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة الملاعين، اهزم الصهاينة الملاعين، اهزم الصهاينة الملاعين، اهزم الصهاينة الملاعين، اهزم الصهاينة الملاعين. دك حصونهم، نكس رعايتهم، شتت شملهم. اللهم احصرهم عددا وشتتهم قددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ان عليك بهم فانهم لا يعجزونك، سلط عليهم سيف انتقامك، سلط عليهم سلط عذابك. يا ربنا يا سيدنا يا من أرانا كيف فعل بعاد إرم ذات العماد، وأرنا كيف فعل بثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وبفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فها هم أتباعهم وأبناؤهم والسائرون على دربهم من بني صهيون، فعليك بالمرصاد، عليك بالمرصاد. اللهم أفشل مخططاتهم،
ورد السلاح إلى نحرهم. يا الله يا الله يا الله، استغاث بك نبينا في بدر حتى سقط الرداء على كاهنه فرؤي إبطيه. يا الله، ارفعوا أيديكم واستحضروا قلوبكم. يا الله يا الله يا سميع يا قريب، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استلحمت به رحمت، وإذا استشفيت به شفيت. نسألك بكل أسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم، باسمك العظيم الذي خضعت له رقاب الجبابرة وأضاءت له السماوات والأرض. يا الله، أسألك بأنك أنت الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، باسمك الجليل الجبار المنتقم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هؤلاء الصهاينة عاثوا في مقدساته وصوروا النبي في صورة خنزير، وصوروا النبي الحبيب في صورة خنزير. ها هم الصهاينة دنسوا المصاحف ومسحوا بأوراقه أستهم وأدبارهم في المراحيض. هؤلاء الصهاينة دمروا قبور شرحبيل بن حسن فاتح الشام وقبور الصالحين وحولوها إلى اسم الله. هذه المساجد حولوها إلى أوكار للدعارة والخمور. يا الله يا الله يا الله يا الله، هذا بيت المقدس، حارة المغاربة دنست، طريق المغاربة دنست، حائط البراق أصبح حائط المبكى، أحيط بكل أعمال التهوين حفر تحت أساسات على وشك السقوط. أولى القبلتين ثالث الحرمين قتلوا الشيوخ قتلوا النساء هدموا المساجد قتلوا الأطباء أرموا المستشفيات حاصروا إخواننا. يا الله يا الله يا الله، انتقم لدينك، انتقم لأوليائك، انتقم لنبيك، انتقم لبيوت الله، انتقم لأولياء الله، انتقم لأولياء الله، انتقم لليتامى، انتقم للنساء، انتقم للأرض، انتقم للشجر والحجر، انتقم للمقدسات. يا الله يا الله، لا كاشف مما نحن فيه إلا أنت. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحم إخواننا في فلسطين. اللهم يا رب اهزم جند الظل، اهزم جيش الصهاينة. اللهم بك نصوص وبك نجول وبك نقاتل، نجعلك في نحور أعدائك الجبارين. اللهم عليك بالإدارة الأمريكية، يا رب سلط عليها فتنة هوجاء داخلية لا يهدأ وارها إلى يوم القيامة. اللهم يا سميع يا قوي، أنت الذي تفعل في ملكك ما تشاء، سلط على الإدارة الأمريكية وجيشها فتنة هوجاء. Oh,
يتعجب لها الجن والإنس لتشغلها عن عبادك المجاهدين عبادك الصالحين. عليك بأعدائك أعداء الدين وعليك بمن شايعهم وناصرهم وعانوا في السر والعلن. اللهم عليك بمن أعانهم وقدم الدعم لهم. عليك بهؤلاء الذين يقدمون لهم الدعم من أبناء جلدتنا. اللهم ألحقهم بهم واحشرهم معهم. اللهم اطبع على قلوبهم. اللهم إن كنت لا تتوب عليهم فعجل عجل عجل برحيلهم عجل برحيلهم عجل برحيلهم ليستريح منهم العباد.